التحرر في العالم هي جبهة التحرير تاع اليوم التي تسيد بالتليكوماندا. طيب سيد بالتليكوماندا تسيد بالتليكوماندا من طرف من التليكوماندا؟ انت اللي كنت تسيب التليكوماند، انت مع السلطه الموازيه كنت اجون تاعها. فهمتني ولا كيف؟ احنا ابطال اللي ما عندوش حكام نقولوه. فهمتني ولا؟ كل الناس تعرفك. اثبت لي. خليني نقول لك كل الناس تعرفك. اذا كانت تتكلم اذا كانت تتكلم على الجنرال توفيق. نعم. انا الجنرال توفيق صديقي. الله يسهل. وانا من دار معاه الحوار مع المسلحين. الله يسهل. وانا من طلع للجبل مش موضوعنا هذا. مش موضوعنا. لازم تسمع. لا لا مش موضوعنا. مادام اثرت هذا الموضوع. نعم تفضل. لكن انا كنت اعارض لما انت كنت في خفافيش الظلام. خفافيش الظلام. انت من خفافيش الظلام لما كنت انا اعارض. كنت اعارض. انا كنت لما اتكلم. وانت تمشي بالتليكوموند ولما تمشي بالتليكوموند ايش تعرض انت؟ انت تمشي بالتليكوموند. اسمع معلش معلش طيب دقيقة يا جماعة تحت إمرة السعيد. نعم أنت الآن ثاني أيضا تحت إمرة السعيد الذي هو غير منتخب للأمة الجزائرية. هو من يسير جبهة التحرير الوطني وهو من جاء وهو من أداء أمينك العام الذي أصبح يتكلم الآن. طيب جماعة دقيقة جماعة طيب جماعة دقيقة خلونا من من يسيره. طيب جماعة دقيقة بقوته عريبي دقيقة دقيقة سي بازمي دقيقة جماعة دقيقة طيب جماعة دقيقة أنا من يقول طيب دقيقة جماعة دقيقة طيب لا 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 دقيقة سي عريبي دقيقة لا لا تنجبت الموضوع. طيب نعاودوا نرجعوا إلى موضوعنا وخلونا من الشخص أنا والإتجاه.